السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبيب قلبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد من قناتي، قناة ام ليلى وطيور. النهارده حبيب قلبي زي ما متعودة معاكم، ان يوم الجمعة دي بيبقى اللي كان سطور وكده، فعشان احمد ابني متعور فمش لاقي حد يشيل ورا مني، فمحمد ابني هاودني بالقوة ان هو يجيب لي نقلتين شرب بالبراويطة احطهم في الحتت المفحرة هنا في الدوار، هسط في الدوار وهكنس بقى على قد ما اقدر مع نفسي كده، وهلم الكنسه احطها جنب البيت على ما نشوف بس اي حد يشيله من ورا منش. اهي حبيبي المكان اللي مطرح المسا ده، اوريه لكم. شايفين الاقحار دي كلها الاماكن دي اهو. كل المفحر ده عاملاه شير. محمد طلع يجيب العربانه بره اهوت، هو ابن خاله. كل المفحر ده كله ان شاء الله هعملها شرب. الحته اللي معكوكه بالميه دي هحط فيها شرب عشان اغطي على الخرطوم ده، عشان ما عادش الخرطوم يسرب ميه من اي مكان خالص. اهي يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده، ده البط بتاعنا الحمد لله النهارده كويس اهو، ما فيش في اي حاجه. الاجنحتهم مكسوره الحمد لله كويسين، هما 3 أو 4، ربنا يسترها بقى. وهسيبهم ايه لما يتقلوا كمان شويه ان شاء الله، كمان 15 يوم كده هتيجي ايه ترجع تشتغل. ايه تسيبهم 15 يوم على ما اللي جناحته اتكسرت تلم بس 15 يوم واخدهم، فربنا يسترها بقى ما يحصلش حاجه. زي ما قلت لكم امبارح لما البط رجع انا اتشائمت، قلت اكيد في حاجه تحصل لاولادي، واللي حصل بقى حصل لاحمد ابني الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. ربنا يسترها معاكم يا رب، مع اولادكم جميعا، وربنا ما يضرش حد في ضنا ابدا، ويسترها معايا ومعاكم يا رب ان شاء الله. انا مستنيه محمد ابني هو طلع يعبي البراوته شرب، ومستنيهم بقى يحولوا ابن خاله يعملوا. كان احمد ابني بيحول ما كانش بيحبني بقى لاي حد، لو كنت بستنى حد ولا اتكلم على حد. انا عايز اشيل بقى الشباكين الحديد دول اشيلهم من هنا عشان اردم مكانهم برده الحته المفحره دي، عشان يبقى المكان كله كويس زي بعض. بحاول بس اشيلهم احطهم في اي مكان. يا ليلى ليلى خد، اما اقول ده على ليلى بس امسك التليفون عشان اخلي الاماكن اللي هي غوطه ديت عشان نردمها. ما اقدرش الاقي حد يجيب لي بعد كده، انا مصدقت ان محمد هودني عشان يجيب لي الشرب، فاشيل بس الحاجه اللي مكانها اللي مكانها مفحر ده عشان ارجع. خدي كده. نعم جبت نقله. بالراحه حطنا عشان ما فيش تنع ما تطش. انت ما خدتهاش؟ الطش يا ليلى، استنى انا هنضف لك. ما تحاولش تجيب قلقيل كتير عشان ما نقعدش ايه نكسر ونحف نفسنا. طب يلا امسكي يا ليلى كده ما تجيبش. خد يا سما. عاوزه ايه؟ صورها لما اخلص بقى كده تصورها. هعملهم بس الكام كده على ما اخلص، وبعدين كده هرجعهم مكانهم تاني عشان ما يقعوش على ايه؟ على الكبت ولا حاجه. عشان اكنس الدور من بره. والحاجة دهية عشان ما اردمش عليهم، عشان ما اكنس الدور اتنسى على بعض. الشتا هيجي يا ليلى، والشتا ده بتاع الحر ده اهي، هتقوم لنا ميه كان عايزين يبقوا سوا بعض. Thank you.
على رجلك كده. ممكن سبقه من الطفاه كله، والشرب ده بقى ارش عليه ميه عشان يبلغ، عشان ايه البطن ما تتحرقش. نفس النظام كده، ونسخن ستفه ونظبطه حلو عشان بس الشتاء، لان المكان ده كله بيقوم معبي ميه في الشتاء فبيقرف. شنو اقلب يا بابا، نقشه تحط جنبنا. هش البطة هيطلع بره شكله معفن. شوف محمد ابني بيعبي منين، بس مش هخليه يشوفني عشان لو شفنا وانا بصوره هزعل. خلاص رديمنا الجنب ده كله، هو خلاص كده على كده، العيال كلهم صابون وفلفل، ما عادش حد معايا، هضطر احاول لوحدي انا بقى. عشان يبقى عشان يحاول ما يكحرهوش ويرجع يقرف ما تعملش. معلش معلش باغسالة.
تقفش جنب المشط تكاس انت وسطين عربنا من بره لي رجعت لكم يا حبايبي بعد التعديلات بعد ما ردمنا الشرب. محمد ابن وسمير ابن اخويا ضحكوا عليا وعشموني وصابوني ودوروا الجري، وانا كملت تاني بقى لوحدي، بقيت اشيل بالبراويطه واجيب اطلع يا عبو واجيب البراويطه. اهو يا حبايبي ردمت المكان اهو زي ما انتم شايفين كده، جبت الشرب اهو وردمت مكان المسا الحته اللي كانت مفحوره اهي، لسه برضو عايزه لي نقلتين ثلاثه كده بس ما عدتش قادره بقى خلاص هفط لان تعبيت الشرب وتحوله برضو بيبهدل. اهو يا حبايبي جنب الحيطان اهو اللي كان مفحر كله اهو، اتردم كله اهو زي ما انتم شايفين كده. اهو يا حبايبي عملت تعديلات بقى، طلعت البط الصغير اللي جوه، عملت حاجزه هنا اهو في النص، حاجزه اهي في النص كده، ونقلت البط الصغير طلعته بره عشان يبقى فيه الشمس كده وفي التروه يشوف الشمس بتاع الصبح برده في نفس الوقت، ويبقى المكان ايه تروه له عن جو. اهو شايفين البط معدي بعضه مبهدل بعضه ازاي. الوقت بقى ايه اخلص اللي ورايا واعمل معاكم فيديو ازاي ايه نحافظ على البط بتاعنا ما يفترسش بقى. شايفين شايفين مبهدل بعضه ازاي، البط الصغير دي اللي مجرم هم اللي مبهدلين بقى، فهعمل معاكم فيديو ان شاء الله بموضوع افتراس البط ده. اهو يا حبايبي ردمت المكان كله واهو ظبطته، كنت علفاهم عيش على غله على علفه، هما بينقضوا الغله الاول والعلفه وبعدين ما بيجوعوا بيقوموا ناقضين العيش، ما بيخلوش في حاجه عامه يعني. نقضت كل البط اللي ناحي الريش والبط الصغير كله حجزته هنا في المكان ده، اللي جوه واللي بره حجزته كله في المكان ده، والكبير بقى سبته مع بعضه هنا لان الكبير ايه خلاص كله كسر ريشه كويس، فسبته كله مع بعضه هنا وعلفه برده ورده على غله على عيش على هرس البيت. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وبكده حبايب قلبكم وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، واستنوني الفيديو الجاي هيبقى في حاجات مهمه جدا جدا بالنسبه لافتراس البط، فاستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما اعرفش ولا هينزل بعد الفيديو ده ولا في فيديو تاني هينزل من الفقاسه، بس مش عارفه بقى انهي فيديو اللي هينزل بعد الفيديو ده، بس هعمل لكم فيديو ان شاء الله عن افتراس البط. اللي مشتركش معايا في القناه اشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم بخير، مع السلامه.